الصلاة خير من النوم، من النوم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن
أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الصلاة خير من النوم.